السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع سلسلة حلقات قواعد الموسيقى العالمية، واللي بسجلها حصريا لقناة المايسترو محمد الفكهاني ومحدثكم محمد الفكهاني. أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنستكمل مشوارنا مع المسافات، وهنتكلم النهاردة عن مقلوب المسافة. وموضوع مقلوب المسافة هنتكلم فيه بالطريقة التقليدية اللي كلنا درسناها، مقلوب المسافة اللحنية اللي احنا متعودين عليها، مسافة باتجاه، وعشان نقلبها بنجيبها باتجاه اخر. يعني لو عندي مسافة صاعدة يبقى مقلوبها هابط، ولو مسافة هابطة يبقى مقلوبها صاعد، وبطرح من 9 عشان احسبها. ده هنتكلم فيه. وفي اخر الحلقة هتكلم عن اسلوب اخر لحساب المسافات او مقلوب المسافات هرمونيا، ودي انا حضرتها في محاضره من المحاضرات في مقاطعه بيمونتي في ايطاليا سنه 2001. كنت بدي محاضره هناك في موضوع عن الموسيقى الشعبيه والفولك ميوزك يعني، وشفت واحد ايطالي، محاضر ايطالي، كان بيتكلم في جزئيه كده وتعرض لي ازاي فكره قلب المسافه هرمونيا. مجرد ناخد فكره عن الناس بره بتفكر ازاي. طيب نتكلم عن المسافة المقلوبة. الموضوع لذيذ جدا، بسيط قوي وشيق يعني، وسهل جدا يعني، بنحتاجه الطلبة عندنا وزمايلنا بيحتاجوه. ايه هو موضوع ايه؟ ان احنا بيبقى عندنا مسافة واخدة اتجاه، سي مثلا هنقول لا دو، لا دو مسافة ايه؟ المسافة دي مسافة تالتة صغيرة. بيقول لك هات مقلوب المسافة، معلش هنكمل، بس هذه تالتة صغيرة صعبة، لان هو بدا من حد لا الى دو، وكلمه حد دي عايزين نتعود عليها، اللي هم بيسموها حدي المسافه، الحد العلوي والحد السفلي. طيب هنا الاتجاه صاعد، اذا الحد السفلي اللي بدات منه النغمه، يعني لا رايحه لدو. طيب مقلوب المسافه يبقى ايه؟ عكس الصاعد يبقى الهابط. طيب واجيب الحد العلوي، بما ان هي المسافه صاعده اجيب الحد العلوي انزله تحت، يعني ايه؟ يعني الدو دي انزلها تبقى تحت هنا دو اهي. طيب ايه الموضوع؟ الناتج هنا بقى ايه؟ الناتج هنا هيكون الاتي، تلاتة صغيرة صعبة نترجمها، تلاتة نطرحها من 9، ده قانون هنحط دلوقتي ازاي نطرح من 9، تلاتة نطرحها من 9 يبقى 6، وهناخد دلوقتي قاعدة نكتبها، الصغير يتحول كبير والكبير يتحول صغير، وازاي يتحول ناقص والناقص يتحول زائد، والتام يعطي تام، هنشوفها دلوقتي. صغير يديني كبير، والصاعد يديني هابط، هو ده مفهوم قلب المسافه. طيب هنتكلم عن القاعده بتاعه طريقه حساب المسافه المقلوبه. احنا عندنا مسافه، لو مسافه كبيره لما تيجي تتقلب تديني مسافه صغيره، والعكس صحيح، يعني صغير يديني كبير، يعني عندي 3 صغيره ادتني 6 كبيره. طيب لو عندي مسافه زايده تديني مسافه ناقصه، والعكس صحيح، لو عندي مسافه ناقصه تديني مسافه زايده. طيب ولو عندي مسافه تامه تديني مسافه تامه، والعكس صحيح، يعني تامه تديني تامه. طيب نلاحظ الكبير والصغير دول نحطهم مع بعض، وده مع بعض، ودي كده. طيب ايه بقى كمان حته الطرح؟ ان احنا عندنا المسافه بنطرحها، يتم الطرح من رقم 9 عشان اريح نفسي. يعني انت ممكن تعد على صوابعك، ممكن تقول من دو، من لا الى دو 3 صغيره باينه خلاص، عشان احسب بقى من لا الى دو السفليه احسب اقول لا سول فا مي ري دو، يبقى دي زادت. هو الراجل مديك القاعده دي عشان تريح نفسك وتحل الموضوع ده بسرعه، او تجيب عصفيا عمليا السته الكبيره ازاي بسرعه. هي الطريقه كده. تعالوا ناخد كام نموذج كده مختلف. لو قلنا مثلا تعالوا ناخد حاجه فيها زوائد ونواقص، يعني لو قلنا مثلا دو فا دييز اللي هي المسافه دي رابعه زايده طبعا صعبه، اول حاجه صعبه يبقى لازم هتكون هابطه، يبقى لازم مقلوب المسافه هينزل لفا دييز ويكون ايه؟ هابط. يبقى اول حاجه المسافه هابطه. طيب نطبق القاعده، زين دي لازم هتديني نون، وهنشوفها للحساب، 4 نطرحهم من 9 يبقى 5. طيب تتحقق كده من الناتج، نشوف
لو حسبنا من الدو للفا دييز دو ري مي فا دي رابعه تامه وبعدين فا دييز يبقى دي رابعه زايده بتساوي 3 تون. طب نحسب بالعكس دو سي لا سول فا من الدو للفا العاديه 5 تامه بس دي فا دييز مرفوعه اذا بتساوي 3 تون يبقى دي 5 ناقص. وده اسلوب حل المسافات المقلوب المسافه بالطريقه اللحنيه اللي هو اسمع مسافه حد المسافه حد اللي تحت اهو رحت قايل دو فا يبقى في حد سفلي وحد علوي عشان اقلبها اجيب الحد العلوي عشان هي متجهه لفوق اجيب الحد العلوي وانزله تحت واخصم من 9 والمقلوب والمقلوب ازاي تديني ناقص ناقص تديني زايد واقلب. طب لو ناخد واحده عكسيه يعني تعالوا ناخد مسافه عكسيه مثلا نقول ايه لا مثلا فا دييز دي ايه مسافه ايه دي ثالثه صغيره بتساوي 1.5 طن من اللا للفا دييز اتجاهها ايه هابط. طيب المقلوب بتاعها بقى ايه هنحط الفا دييز دي فوق اهي من غير بقى ما اقعد اعد على ايدي بالقانون لو طبقت القانون هرتاح دي ثالثه صغيره هابطه ثالثه من 6 من 9 اتبقى 6 صغيره تتقلب كبيره هبطه تبقى صعبه. ادي بمنتهى البساطه مقلوب المسافه. طيب ده الاسلوب اللي احنا متعودين عليه واللي شغالين بيه. انا اقول بس فكره كنت شفتها قلت في اول الفيديو شفتها في ايطاليا من محاضر انا اذكر كان اسمه جيفاني. الراجل بيتكلم بقى قلب المسافه هرمونيا يعني قلب المسافه هرمونيا ايه الفكره اللي هو بين عليها او اللي انا شفتها هناك كانت عامله ازاي. ادي مثلا مفتاح صلة اهو الراجل هيقول مثلا يقول لك لا دو لا دو دي مسافه هرمونيه هيتعسوا الاثنين مع بعض يعني حدين المسافه اسمه حد علوي وحد سفلي مش اتجاه صاعد وهابط لا ده هما هيتعسوا مع بعض في وقت واحد في ان واحد بس عندي حدين حد علوي وحد سفلي. فالراجل بيعتمد في فكره القلب على البوزيشن او الانقلاب يعني اذا كان من تحت يبقى انقلاب ولو من فوق يبقى بوزيشن. حلو. طيب ادي مسافه وضعها ان تحت ان انا متلاق وفوق ان انا متدو بيقول لك طبعا المسافه دي الاصليه كده اهو دي ثالثه صغيره مش هنكتب بقى لا صاعد ولا هابط ليه؟ لان هي بيتعزفوا مع بعض. طيب هو بقى كلمه صاعد وهابط دي مش لحنيا هو هيتكلم معاها ازاي يقول لك انت عايز تقلبها مش صاعد وهابط لاعلى ولا لاسفل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عايز تقلب اللا دو دي لاعلى فتقوم واخد الحد السفلي تحطه فوق ويبقى مقلوب مسافه الثالثه من الدو الى اللا بنفس القانون بقى على فكره القانون مش هيختلف قانون واحد هنطرح 3 من 9 يتبقى 6 والصغير يتقلب كبير بس ليه؟ المفروض ان هم يتعزفوا مع بعض مفيش بقى اتجاه مفيش اتجاه صاعد وهابط لا ده حدين هيتعزفوا مع بعض ده اسمه قلب لاعلى. اذا اتغير وضع لو دول مثلا نغمتين داخل تالف مثلا لا مينير مثلا ولا حاجه او داخل تالف فا ماجير مثلا فهنا اتغير وضع المسافه العلوي او وضع النغمه العلوي فتغير الحد من داخل التالف الواحد. حتى احنا عندنا تدريبات في الهارموني يقول لك اعمل لي التالف الواحد باكتر من بوزيشن. ايه اللي بيحصل ده؟ بيحصل انه بيقلب المسافات داخليا يعني. فادي القلب الهارموني اللي هو حد المسافه العلوي السفلي يطلع لفوق. طيب الطريقه الثانيه ايه؟ ان انا اقلبها سفليا. يعني ايه اقلبها سفليا؟ يعني النغمه اللي فوق هي اللي تيجي تحت يعني نغمه الدو دي او حاططها تحت دو اهي. فينتج عندي ايه برضو؟ نفس القانون ما تغيرش. التالتة هتتقلب لستة، صغيرة تتقلب لكبيرة ومفيش عندي لا صاعد ولا هابط. إذا التالتة الصغيرة هرمونيًا تتقلب لستة كبيرة. يفرق اتجاهها لا مش لحنيًا، اتجاه القلب أنا هقلب لفوق صاعد يعني هقلب لأعلى فيديني حديها النغمة اللي تحت تبقى فوق فبقت بدل ما كانت لا دو بقت دولار. طيب لو هقلبها لتحت يبقى هي بدل ما كانت دولار بقت لا دو. بس دي الفكره اللي انا شفتها
بصراحه انا اقتنعت بيها وعجبتني، لان احنا اوريدي بنطبقها في الهرمون العملي او حتى في النظري. في الهرمون النظري احنا ساعات تيجي يقول لك مثلا في تدريبات الهرمون في البدايه في اول التعرف على الهرمون يقول لك ايه، نفذ لي التعرف بتاعك ببوزيشنز مختلف. طب ايه اللي بيحصل؟ انت ماسكني مثلا انا من الدو اهو، رحت ماسكني فوق دومي سول، دومي سول دي يعني سول اللي هو بوزيشن 5 فوق، ادي مسافه مثلا المسافه العلويه كده، مي سول دي ايه؟ مي سول دي مثلا انت صغير، فتيجي تقلبها مثلا مي سول هتحط خدها مثلا سول مي، فهذا نوع من انواع القلب. فسول مي لما جبت انت بوزيشن عملت سول مي بقى قلب المسافه، بدل ما كانت ثابته صغيره بقت ثابته كبير وهكذا. فده المقصود بيه القلب هرمونيا غير القلب لحنيا. طيب برضه هتعرض لنقطه ثانيه بسرعه كده، احنا موضوعنا خلص فوق بس انا بدي على نقاط مرت عليا انا شخصيا، ادي اسلوب شفته في ايطاليا وكده، لكن هنقول على اسلوب ثاني. ناس بتستخدم قلب المسافه بنفس الاتجاه، يعني ايه نفس الاتجاه؟ لحنيا بتكلم على لحنيا، في ناس تستخدم قلب المسافه بنفس الاتجاه ازاي؟ تعالوا نشوف. يعني لو عندي كده اهو مثلا مسافه زي دي مثلا، او بقول لك لا بس هاخدها لحنيا دو، مسافه لا دو دي مسافه ايه؟ ثالثه صغيره. حلو، هي ايه؟ صعبة. المفروض احنا عارفين ان الصاعد يتقلب لا، لا هو يقول لك كمل على نفس الاتجاه، يعني اللا دو دي تقوم انت قلبها فوق للا اهي، راحت مدياني نفس القانون، هيبقى 3 من 6 3 من 9 يديني 6، صغير يتقلب كبير، وهنا دي بقى لو الاثنين صاعدين. ده اسلوب تاني. طبعا برضو كذلك لو هابط، يعني لو انا عندي مسافه مثلا هابطه مثلا اي ريسي او ري مثلا سي بيمول اهو، دي مسافه ايه؟ ثالثه كبيره هابط، هيقوم جايب لك الري تحت اهو وعامل لك الحد المسافه كده، اقول لك احسب بنفس القانون 3 من 9 يتبقى 6 مثلا، كبير يتقلب صغير بس خدت نفس الاتجاه. هتقول لي الكلام ده مش اكاديمي، هوافقك اه مش اكاديمي، لكن حاصل حاصل، شفته وشفته عمليا انك تقلب المسافه فوق على طول. هو الفكره ان هو ده بيقلب البوزيشن بس لحنيا في نفس الاتجاه، يعني هو الفكره الخلاف بين هنا وهنا الاتجاه، ان احنا هنا مسافه صاعده بنجيب مقلوبها هابط، بس هو عمل نفس القانون بس اداني نفس الاتجاه، صاعده بقلب بالصعود، يعني بقلب كده في نفس الاتجاه، او نازل اقلب كده في نفس الاتجاه، لكن ده لو صاعد اقلب هابط. ده بقى مفيش فكره صاعد هابط، ده فكره لاعلى او لاسفل. ارجو لو عجبكم الشرح والفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد، واي حد معترض على الافكار دي مش افكاري شخصيا، دي افكار انا شفتها وتعرضت ليها مع اساتذه كبار مش قليلين وناس متخصصه، يعني كان بيدوا محاضرات معانا في دول زي كده، يعني دي وجهه نظر انا طرحتها من الامانه العلميه المشوار اللي انا مشيته، انا حطيت اللي شفته، لكن قلت اكاديميا الموضوع ايه؟ زي ما برضو في بعض المواد التانية هنشتغل فيها، في حاجات هنتكلم فيها اكاديميا وفي حاجات هقول لكم اللي حاصل في الدنيا ايه. شكرا، محدثكم محمد الفكاري، مع السلامه.